وللحديث عن الملف السوري واجتماع اللجنة الدستورية ورفض رأس النظام مناقشة استقرار سوريا في اجتماعاتها، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الصحفي السوري زياد المنجد. أهلا بكم أستاذ زياد. أهلا وسهلا بك وبجميع المتابعين والمشاهدين. كيف يمكن قراءة تصريحات رأس النظام بشار الأسد حيال مناقشة ملف استقرار سوريا في اللجنة الدستورية والجلسات التحضيرية في جنيف؟ يعني لابد أن نتكلم عندما يتحدث الأسد عن اللجنة الدستورية والاستقرار في سوريا، لابد أن ننطلق من نقطة أساسية، وهي أن نظام الأسدين الأب والابن وجدا على رأس الحكم في سوريا من أجل إيصال سوريا إلى هذا الوضع. والاستقرار هو شيء غير مطلوب من كل دول العالم التي تتفاعل بالمشهد السوري وعلى رأسها الكيان الصهيوني وأمريكا وروسيا. ولذلك يتناغم الرئيس الأسد مع هذا الوضع ويرفض أن تناقش اللجنة الدستورية الاستقرار في سوريا. نحن نعلم أن اللجنة الدستورية أنشئت في مؤتمر سوتشي في العام 2018، وفي عام 2019 في تشرين الأول عام 2019 رفض الأسد أن يسمي الوفد النظام بأنه وفد للنظام، إنما قال إنه يمثل وجهة نظر النظام، وهذا يعني أنه لا يعترف باللجنة الدستورية، مع أن اللجنة الدستورية تتكون من ثلاثة أجزاء: جزء للمعارضة وجزء للنظام وجزء للمجتمع المدني. وإلى الآن من خلال عامين بعد عامين من تشكيلها لم تستطع اللجنة الدستورية الوصول إلى أي اتفاق. وحتى الآن نقول نحن شعب سوريا الذي سار من أجل إسقاط نظام دكتاتوري حكم الشعب والبلاد بقفضة من حديد، أننا صرنا ليس من أجل وضع دستور، إنما من أجل رفع الحيف والظلم عن هذا الشعب، ومن أجل استعادة حرية هذا الشعب واستعادة دوره في بناء بلده. ولذلك نظام الأسد لا يهم الاستقرار، وهو نظام وظيفي أتى من أجل إيصال سوريا إلى هذه المرحلة من أجل خدمة الكيان الصهيوني وسيادة الكيان الصهيوني على المنطقة. تزامنت تصريحات الأسد هذه مع مرور ذكرى أول فيتو روسي منذ عام 2011 ضد حماية المدنيين في سوريا. إلى أي مدى ساهمت روسيا في تأزيم الأوضاع ومنع التغيير المنشود في سوريا؟ لا شك أن التدخل الروسي في 30/9/2015 كان كارثة كبرى على الثورة السورية وعلى الشعب السوري وعلى الوضع في سوريا. يعني أنا هنا لا أفرق بين الدور الأمريكي والدور الروسي، وأقول أن روسيا لم تتدخل إلا ضمن الضوء الأخضر الأمريكي. وحقيقة الأمر وكل الدلائل تشير إلى أن هذا النظام يجب أن يبقى، لأنه هو الذي يحمي الكيان الصهيوني، وهو الذي يؤمن استمرار أمن كيان الحدود السورية، أمن الكيان الصهيوني على الحدود السورية. ولذلك كان عندما اشتدت أوار الثورة وكاد أن يسقط النظام، لولا أن أمريكا تخشى أن تخرب على هذا النظام شعارا رفعه منذ سنوات طويلة، وهو الصمود والتصدي والمقاومة والممانعة، لكانت تدخلت. ولذلك يجب أن لا تفسد عليه هذا الشعار، فأمرت روسيا أو نسقت مع روسيا للتدخل لحماية هذا النظام. وكان الذي كان تشكلت أربع مناطق خفض تصعيد، وانتهت المناطق الثلاثة وبقيت منطقة إدلب. لقد كان التدخل الروسي حقيقة جريمة كبرى بحق الشعب السوري، وأدى إلى قتل مئات الآلاف من السكان الآمنين. هم يقولون أنهم يستهدفون الإرهاب، ولكن الإرهاب الذي يدعون أنه موجود باق، والمدنيون الذين يعيشون تحت أشجار الزيتون في العراء هم المستهدفون.
أمام عرقلة النظام السوري أكثر من مرة لأعمال اللجنة الدستورية كما أشرتم أستاذ زياد، إلى أي مدى سينهي الدستور الجديد في سوريا سنوات القمع والعنف ويضمن تأسيس أرضية ديمقراطية ونزيهة؟ يعني لا دستور جديد حسب رأيي، لا دستور جديد في سوريا في الوقت الحاضر، وإذا ما وجد الدستور الجديد فأنه سيكون دستورا فيدراليا، سيحول سوريا من دولة بسيطة إلى دولة مركبة، وبالتالي سنبدأ مشوارا آخر من الثورة ضد هذا التشكيل الجديد، وسيكون أمامنا دور كبير لأجل يعني الحفاظ على وحدة سوريا. ففي الوقت الحاضر لا أعتقد أن هنالك دستور جديد، والدستور الجديد إذا ما كتب بعد سنة أو سنتين فسيكون دستورا يؤدي إلى زعزعة استقرار وحدة سوريا وإلى عدم يعني ضمان وحدتها الديمغرافية والجغرافية. انطلاقا من تأكيد بعض الدول ومنها ألمانيا أنه لا إعادة إعمار في سوريا دون البدء بعملية سياسية صادقة، إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك ضغطا على نظام الأسد وعدم إعادة منحه الشرعية الدولية؟ بالنسبة لتصريحات إعادة الإعمار، كانت روسيا هي السباقة بطلب إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، ولكن إلى أين سيعود اللاجئين وأي المدن التي ستعمر ما دامت آلة الحرب ما زالت مستمرة والقصف والقتل مستمر في كل أجزاء سوريا؟ نحن قبل أن نتحدث عن الإعمار، إعادة الإعمار، يجب أن نتحدث عن إعادة بناء الإنسان السوري، هذا الإنسان الذي تشرد نصفه وقتل مليون مواطن منه، وفي السجون والمعتقلات أكثر من نصف مليون، فهذا الأمر أنا أراه شبه مستحيل. وأما من ناحية إعادة إنتاج النظام واستقراره فالأمر يجري على استمرار الأزمة مع بقاء النظام حتى تتعفن الحالة السورية ويؤدي تعفنها إلى إنشاء واقع جديد على الأرض يؤدي إلى تقسيم سوريا جغرافيا وديمغرافيا. شكرا جزيلا لك صحفي السوري زياد المنجد، كنت معنا عبر سكايب من لندن.